معانا زميلتنا العزيزة مريم سميح من أهل الجزيرة. مريم، مساء الفل عليك. مساء الخير عليك يا كابتن شوبير، برحب بيك طبعا، برحب بكل متابعي ومشاهدي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وخليني الاول اقول لك قد ايه انا سعيده ان انا متواجده مع حضرتك في الاستوديو التحليلي الاول لشاشه قناه نادي الاهلي في ثوبها الجديد. عايزه انقل لحضرتك كل ردود الافعال حول هذا الاستوديو. الحقيقه ان الاعضاء من ساعه ما دخلنا النادي، احنا يمكن متواجدين منذ ساعات، بيقولوا لنا يعني ان احنا ننقل لحضرتك كابتن شوبير قد ايه هم فرحانين ان هو يكون استوديو تحليلي مختلف وممتع ومميز. فده كان ردود الافعال طبعا لحضرتك، واكيد من ساعه لما يعني عودتك وطلتك لشاشه قناه النادي الاهلي اكيد رائد الاعلام الرياضي في الوطن العربي اكيد طبعا بيرحبوا بك يا كابتن شوبير، وسعداء جدا بتواجد حضرتك، واكيد يعني الشكر موصول مني ايضا، وسعيده بالتواجد مع حضرتك في اول استوديو تحليل لشاشه قناه نادي الاهلي في ثوبها الجديد. خلينا نقول لحضرتك طبعا مباراه هامه جدا، كل ردود الافعال والاحاديث هنا بتتكلم على ان هي مباراه هامه جدا، على الرغم من ان كل اللقاءات النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا طبعا كانت الكلمه العليا للنادي الاهلي، ولكن الحقيقه ان السيمي فاينل ده هو سيمي فاينل يعني بيحمل، خليني اقول لك كذا عنوان يا كابتن شوبير، يمكن طبعا رد الاعتبار او الثأر لمباراه اكيد السوبر الافريقي، خاصه ان هي لم يمر عليها الا 3 اسابيع فقط، واكيد النادي الاهلي داخل النهارده بنيه ان هو يعني هذه المباراه تكون هي لا تقبل القسمه على الاثنين، وان هي تكون خاصه بالنادي الاهلي ويحقق الفوز فيها علشان نروح للفاينل طبعا، وعلشان اكيد يعني يكون اللقب ال 15 للسوبر المصري من نصيب النادي الاهلي. خليني اقول لك ردود الافعال حقيقة على اكيد يعني السيمي فاينل، الحقيقه ان هم مترقبين ومتحمسين جدا لهذه المباراه. وخليني اقول لك ايضا يا كابتن شوبير التجهيزات من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، دايما في اي مباراه هم بيكونوا يعني متعودين على هذه المباريات وعلى هذا النوع من التجهيزات. الحقيقه ان هم فاتحين ابوابهم يعني منذ الصباح الباكر، خاصه ان كان في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي كان عندهم الحقيقه فضول كبير جدا ان هم يكونوا موجودين ويتابعوا ايضا مباراه نادي الزمالك وبيراميدز اللي موجوده دلوقتي وما زالت تذاع. الحقيقه ان هم كانوا موجودين منذ الثالثة والرابعة عصرا عشان يتابعوا هذه المباراة ويعرفوا بقى ان شاء الله لو كان لينا نصيب ان احنا نكون في الفاينل هنقابل مين سواء من بيراميدز او الزمالك. خليني اقول لك كابتن شوبير ان التجهيزات على قدم وساق، الحقيقه ان يعني يمكن 2500 مقعد تم توفيرهم من اداره مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا بقياده استاذ خالد مرسي، ده طبعا في محيط الشاشه الرئيسيه. عندنا 12 شاشه يا كابتن شوبير موجودين في مختلف الاروقه، 11 شاشة طبعا في الأروقة المختلفة، والشاشة الرئيسية دي الشاشة ال 12 الموجودة طبعا يعني في مكانها الرئيسي وفي يعني المكان الرئيسي اللي بيكون موجود فيه كل أعضاء النادي الأهلي والمتعودين إن هم يشاهدوا فيه وبيتفائلوا بيه كمان بمشاهدة المباريات على هذه الشاشة. في كمان شاشتين في المرسى، ده طبعا يعني لعشاق المرسى اللي موجودين أو يحبوا إن هم يكونوا موجودين في المرسى. الحقيقة إن المقر هنا بالجزيرة كابتن شوبير جاهز إن هو يستقبل من 4 ل 5000 عضو في هذه الليلة اللي إن شاء الله إن شاء الله بنرجو إن هي تكون ليلة النادي الأهلي وليلة حمراء بكل المقاييس. خليني أقول لك كمان إن يعني يمكن الخمس بوابات الحقيقة إن هي بتعمل بكامل طاقتها أو يعني فول كاباسيتي، كمان يعني كل المقرات أو يعني كل كمان الأعضاء يعني مستعدين استعداد كامل لمشاهدة هذه المباراة. والحقيقة إن خليني أقول لك إن إدارة الأمن وإدارة الخدمات منعت كل الإجازات الحقيقة كابتن شوبير منعا باتا علشان يكونوا مستعدين لاستقبال الاعضاء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا اعمار سنيه مختلفه موجوده سواء كبار السن او ايضا شباب او كمان اطفال مبتدئين تيشيرتس النادي الاهلي ومعاهم اعلام النادي الاهلي، كله بيقول ان شاء الله السوبر اهلاوي يا كابتن شوبير.